يا رب اجعلنا دوما من أهل الرحمة. وتعالوا ندعي ربنا ونقول: يا كريم يا ودود يا من أنت اتصفت بكل صفات الجمال، نسألك أن تمنع عنا قبح الشماتة وأن تجعل قلوبنا مليئة بالرحمة. اللهم لين قلوبنا بأن نرحم من آذونا، واجعلنا يا ربنا أنفاسنا تختلط بأنفاس حضرة النبي، حضرة الرحيم الرؤوف، واجعلنا يا ربنا من الذين كتبت أسماؤهم في قلب حضرة النبي بعفونا ورحمتنا عمن آذونا. يا رب حصن قلوبنا من الشماتة بأن تملأ قلوبنا بالرحمة والمحبة والمودة. يا كريم يا ودود يا أرحم الراحمين.